1-1 وبنلعب في الدقيقة الثانية من أو الثالثة من الوقت الإضافي الأول. اتلعبت وضربوا مسافة التسلل وضربوا مسافة التسلل تسلل 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 اوبا عدالة السماء نزلت هنا للناس دي اتظلمت في قرش اتنين وهذه فرصة تروح واوبا ينام عليها كاميني. انما الصراحة الحكم يعني كان قاسي جدا جدا على الكاميرون في طرد اتنين لعيبة مرة واحدة. ادي ربنا هو رد بواحدة، المباراة كانت هتنتهي. ادي رقم 11 جوفاني يعدي ويديها لفابيانو يقلش فابيانو وروجر وتروح الكرة مرة تانية ويطلعها، فرصة كبيرة جدا جدا تروح من البرازيل، لان الكاميرون صراحه الحكم الالماني فيندل ظلمهم كتير جدا بطرد اتنين لعيبه. 1-1 والبرازيل مستحوذه على الكوره ودفاع منطقه، وبدات البرازيل تضرب مصيده التسلل اهو، لان بيجي من ورا رقم 11 ورقم 8 فابيانو وجوفاني، وهدف غريب ضاع من البرازيل.